شغال معاك طاوله. كل ما بشوفك بفتكر هم عملوا فيك ايه. عارفين بقى ايه اكتر حاجه محتاجاها اي بنت من الراجل؟ الامان. وانا ما بقتش حاسه بيه. انا كل يوم بركب اتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت. عايزين نبقى عقله ازاي اللي يعمل كده في واحده يستاهل؟ ردي عليا قولي لي يستاهل ولا ما يستاهلوش. يستاهلوا. وانت مال اهلك انت؟ اعمل محضر زي ما هي بتقول. بنت مين في مصر انت عشان تركبي تاكسيات؟ عايز مخبر في كل اتوبيس. قولي انا حصل لي تحرش. لا ما حصليش. يا شيف مصر كلها دلوقتي بقى فيها تحرش. يا مدام بتطلعينه ايه؟ هي النهارده ملف خطير جدا. الناس مش عايزانا نعمل زي ما هي عملت. مفيش قدامنا حل غير ان احنا نعمل زي. كنت في المستشفى عملت صور. انت كنت طالع الاتوبيس تتزنق؟ كتر القلع يعلم العف. زامبيا زامبيا. بص في الناس. حاجة بحبها فيكي هي دي. هي دي طيبة. هسألكوا تلات أسئلة. حصل لك تحرش قبل كده؟ كم مرة؟ وكان رد فعلك ايه؟